صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج بنتطرق المواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم برقم التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي والتنسيق أحمد سلامة، وشاركني اليوم في تقديم الحلقة آمنة العلي. أهلا فيك دكتورة، صباح النور والسرور، محدثتكم الدكتورة عاشة البسطي ومخرجنا المتميز سعيد المر. حياكم الله جميعا ويانا في البرنامج. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا خلال هذه الفترات يا آمنة العالم كل يجتمع عنا في المعرض الدولي إكسبو 2020، ونقول طبعا أهلا بثقافات العالم وشعوبه، وأهلا بالمستقبل، وأهلا بالإنسان من كل مكان في إكسبو دبي. نعم دكتورة، نرحب بكل العالم في دبي، يعني تجمع جميل وزيارات الأفراد لإكسبو دكتورة جميل جدا. يعني أنا شفت زميلاتي زاروا إكسبو وحدثونا ان زياره واحده ما تكفي اكسبو. صحيح. فانا متحمسه وقلت لك دكتوره تروحين ريلي على ريولك ان شاء الله، ابغى اروح وياك لان ما تعرفون دكتوره عندها طقوس قبل ما تروح. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نروح دكتوره زياره ان شاء الله ان شاء الله. وزيارات يا آمنة زياره واحده ما تكفي، يعني للتعرف عليه اكثر واكثر كذلك، وخاصه يعني تبين تعرفين على كل بلد او كل منطقه في اكسبو بتوسع اكثر، وطبعا كل جناح ينافس الجناح الثاني خلال المعرض اكسبو. نعم طبعا دكتوره عندنا تذكرات دخول غير محدوده، يعني نقدر نروح دائما، وغير هذا عندنا اجنحه مختلفه. صحيح. فوق الـ 192 دولة دكتورة، يعني أكيد تحتاجين، بس الحمد لله عندنا 6 شهور. الحمد لله الحمد لله، فكل ما شفنا الجو حلو رحنا إكسبو. بنت نافس وياك يا آمنة منو أكثر وحدة تزور أكثر الدول. خلاص ضمن شي يقولون منافسة. إن شاء الله إن شاء الله. نرجع الموضوع حلقتنا مثل ما عودناكم، يعني بنتطرق المواضيع كثيرة الطبية والصحية كذلك، وطبعا من أهم فقراتنا نحن فقرة السوشيال ميديا وزميلتنا اسماء الجناحي. بنرجع مع زميلتنا اسماء الجناحي بعد ما نقولكم مستمعينا هذا الخبر اللي هو علماء يخترعون جهازا يعالج الاكتئاب. طبعا دائما يمكن ما اقولك دائما آمنة، بس نسمع كلمة مكتئبين اكتئاب نسب كبيرة مرات، صح؟ نعم دكتورة، يمكنها بحكم العادة يمكن ما يكون صدق اكتئاب. صحيح. يعني تكلم الواحد زعل أحس مكتئبة. صح. نربط الحزن بالاكتئاب، وهو هذا الشيء يعني نقدر نقوله غلط. الاكتئاب له تخص، يعني له تشخيص كامل مختلف، أن الحزن لدقائق أو الحزن لساعات أو الحزن اليوم نقدر نشخصه أنه كاكتئاب. الخبر يقولنا طور علماء أمريكيون جهاز بحجم علبة الثقاب يوضع في الجمجمة ويتصل بالدماغ لمعالجة مرض الاكتئاب الحاد. الاكتئاب الحاد اللي يكون إن الشخص يكون عنده حزن شديد ويحس أن حتى عاداته اللي تسعده ما قامت تسعده، يفكر بأفكار جدا تكون مثل ما نقول محزنة، أو أفكار يعني نربطها أفكار كئيبة، يعني أفكار محزنة، أفكار يعني ما عنده أمل في الحياة أو ما عنده أمل أن هالشيء يتحسن بتاتا. بس هذه طبعا تكون فترات طويلة بالشهور، ما أقدر أقول اليوم يمكن أنا أكون حزينة جدا فأفكر بهالتفكير، باكر يتغير مزاجي فأريد. فهالحالة أنا ما أعتبرها كاكتئاب، اكتئاب تكون فترات طويلة. وقامت شابة بعمر 36 عام تدعى سارة بتثبيته منذ أكثر من عام، وتقول
وتقول أنه غير حياته حيث أن الجهاز يعمل باستمرار، لكن لا يتم تشغيل نظام العلاج إلا عندما يحتاج المريض، وفقا لمجلة نيتشر ميديسن الأمريكية. وفي السنوات الأخيرة شهدت سارة عدد كبير من محاولات العلاج الفاشلة، بما في ذلك مضادات الاكتئاب، العلاج بالصدمات الكهربائية، وذكرت أنها كانت تعاني كل يوم وبالكاد تستطيع التحرك وفقا للمجلة. وبعد تركيب الجهاز وتشغيله شعرت بالبهجة، وأكدت أن حياتها قد تغيرت للأفضل، وبعد فترة تخلصت من أفكار الانتحار والتي كانت تسيطر عليها في السابق. وأشارت إلى أنه بعد مرور عام على تركيب الجهاز ليس له أي آثار جانبية. وقالت الدكتورة كاثرين سكانجوس إن التكنولوجيا تستهدف سلسلة الاكتئاب في دماغ المريض، فالجهاز قادر على التنبؤ عندما تكون أعراض الاكتئاب شديدة، ويخطط العلماء لاختبار التكنولوجيا على المزيد من المرضى المصابين بالاكتئاب الشديد لمعرفة ما إذا كان بإمكانها مساعدة الآخرين. دكتورة معقولة نقول أهلا بالمستقبل، جهاز يثبت ويعالج الاكتئاب؟ يعني العلم في تطور، يعني أكيد دكتورة أكيد مخيف مثل ما نقول. والجهاز يعني جدا صغير وبسيط. وثاني شيء يعني يمكن الأشخاص تربط الاكتئاب بس بحزن أن للقلب، بس الاكتئاب ما بس نقول أن الواحد حزين، ويعني ترتبط كذلك بذبذبات من الدماغ نفسه، فهم ربطوا الاثنين. في ناس اوريدي تكون عندهم هاي الحالات شديده الى درجه انه ما عنده طاقه يكمل يومه من كثر الحزن اللي يحس به، ما يقدر يكمل يومه. فيعني مثل ما ذكر في الدراسه ان كان الجهاز حتى لو صغر حجمه بس يعطيك ذبذبات معينه تنشط هذه الذبذبات اللي تطلع من الدماغ، وتغير يعني مثل ما نقول مزاج الشخص، تغير حالته النفسيه لحاله احسن من هذه الحاله النفسيه. نعم طبعا دكتوره، تعرفين إيه في بالي شيء، إنه إذا اخترعوا نفس هالجهاز حق الغضب مثلا، الناس اللي وايد تعصب وما تقدر تسوي كنترول، إذا اخترعوا حق وايد أشياء يعني ممكن إن العلم صدق صحيح يتطور ونوصل لمراحل إن الإنسان يمكن يعني يحدد سلوكيات معينة مثل صحيح الغضب أو خاصة الغضب. زين تذكرتي هالعادة، يمكن كنا نعتبرها شيء بسيط بس جد يعني يمكن مرات الواحد في غضبه يتخذ قرارات قوية، وتكون هالقرارات معظم الأحيان تكون خاطئة. يعني بما أن العلم يتطور بهالطريقة، وكعلاج للاكتئاب ابتدى في دراسة، يعني ما نقول أنا خلاص يعني في كل العلاجات الحين ابتدت هاي الدراسة، بس هذه كدراسة وعطت فعاليتها أن الشخص نفسه يقول لك أنا ما فادتني الأدوية، أنا ما فادتني هالعلاجات، أنا ما فادتني هالجلسات، بس هذا الجهاز فادني وهو صغير. يعني أكيد خاصة الناس اللي تأثرت حياتهم، يعني ذكر في الدراسة أن الشخص اللي اسمها سارة ما كانت حتى تقدر تتحرك، مرات يومتيها تنتابها حالات الاكتئاب الشديدة، يعني ما كانت تقدر تتحرك، مو لأن جسمها قلنا إنشل أو جسمها ما يعني، بس ما عندها الطاقة أنها تتحرك بحيث أنها تمارس حياتها اليومية، وهذا يؤدي إلى صعوبة كبيرة بالنسبة للأشخاص وكذلك الأشخاص اللي حواليهم. فما بالك إذا كانت أم ترعى أطفال، أو كانت تشتغل في يعني شغل يكون له حساسية معينة، فهالشي أكيد بيأثر عليه وبيأثر على حياتها ككل، ومش حياتها بس، حياة الباقين اللي حوالينها كذلك والمجتمع ككل. نعم، فنحن نقدر نقول دكتورة العلم في تطور صحيح، يعني وهم يسوون هاي التجارب خارج البلاد ويمكن نشوفها عنا في المستقبل القريب. فأعزائي المستمعين بعد خبرنا اليوم بنطلع معاكم فاصل ونواصل. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. طبعا أعزائي المستمعين ذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-551-414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. ونرجع معاكم مع فقرات البرنامج وفقرة التغذية. طبعا العديد من الناس يعانون مشاكل في المعدة وخاصة حموضة المعدة،
وهاي المشكلة المؤرقة والمزعجة واللي تسبب الحيرة في بعض الأحيان من العلاج الأمثل صحيح. لها. يعني شو هو العلاج الأمثل لحموضة المعدة؟ دكتور الكثير يعاني من هالشيء. صحيح. وكل حد سبحان الله، خلنا نتكلم عن السبب بعد كذلك، يعني كل حد يسبب الحموضة من أسباب معينة، أو يمكن أنا تسبب لي الحموضة من شيء معين، أنت شيء معين. الأشخاص يعني أشياء وايد تسبب لنا هالحموضة، وكذلك علاجها يختلف من شخص لشخص. وطبعا نحن مثل ما نقول الوقاية خير من العلاج، فخلنا نتعرف أكثر وأكثر على الأطعمة سواء اللي تسبب الحموضة أو الأطعمة اللي نقول تقلل حموضة المعدة عشان نستخدمها ونعرف شو هي وما نتعرض لهاي المشكلة. بالضبط. بتكون معانا في هذا الجانب الأستاذة سهى نوف، الأخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة سهى. صباح النور والسرور، أسعد الله صباحكم. صبحت الله بالخير أستاذة سهى. صباح النور والسرور، الله يسعدك. صباح النور، حياك الله ويانا. أهلاً، الله يحييك حبيبتي. طبعاً أستاذة سهى، حموضة المعدة مثل ما نعرف أنها مشكلة صحية ومزعجة كذلك، فحابين نتعرف أكثر على أسبابها من الناحية التغذوية. زي ما حضرتك تفضلتي قبل شوي وحكيتي، الأسباب متعددة وكثيرة، سواء كانت أسباب من أدوية، أسباب من أمراض أخرى في المعدة. لكن لو بدنا نتطرق هسه على أسبابها التغذوية، فهي تتعلق بعاداتنا الغذائية أكثر شيء. من ضمن لو حكينا عن هاي العادات الغذائية الخاطئة اللي بتأدي وبتزيد من هذه المشكلة، منها عندنا تناول الوجبات السريعة أحد الأسباب، تناول وجبات غنية ودسمة يعني فيها كثير من الدسم، الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام، يعني الواحد بيخلص الأكل بيروح على طول بيستلقي شو ما كان متغدي أو متعشي. بتصيب كثير من الناس خاصة في فترة الليل، لأنه بيروح بياكل وجبة ما في أقل من ساعتين أو ثلاث ساعات ما بين الوجبة والنوم، هذا بيتعب معدته أثناء النوم. صحيح. من الأسباب برضه الأكل السريع، الأكل السريع جدا بيساعد على تهيج المعدة وعمل هذا بزيد من الحموضة. صح. الناس اللي عندها وزن زيادة أيضا، فهي مجموعة من الأسباب التغذوية اللي متعلقة في عاداتنا الغذائية بتؤدي إلى إما إحداث هاي المشكلة أو زيادتها حتى في بعض الأحيان. صحيح. نعم. فلو زي ما حضرتك حكيتي في وتختلف هاي الأشياء من شخص إلى آخر، إذا ما كان في أسباب مرضية يعني فعليا مرض معين في المعدة، فهي أسبابها حتى من ناحية الأطعمة مختلفة، من ناحية الأشربة مختلفة، سواء كانت الأشياء اللي بتزيد أو الأشياء اللي ممكن تقلل كذلك أعراض. صحيح. نعم. يعني نفهم من الكلام كذلك في أشياء تزيد من هاي مشكلة الحموضة اللي في المعدة. نعم. مو فقط تسببها بس كذلك تزيدها. نعم بالتأكيد دكتورتنا الفاضلة. يعني إذا بدك تسأليني شو هي الأشياء صحيح. اللي ممكن تزيدها، فهي ممكن عندي أيوة في عندي ننتبه طبعا زي ما حضرتك حكيتي، ومن إذن كانت تختلف من شخص لآخر، لكن انتبه على طعامك. في أشياء عند الجميع تقريبا هي نفسها، الأكل اللي فيه توابل كثير، التوابل بتهيج المعدة، فلما بتهيج عندي جدار المعدة بتزيد عندي هاي العصارة، فبالتالي بيزيد عندي الحموضة. المشروبات اللي فيها الكافيين، حتى الشوكولاتات اللي فيها الكاكاو، هذه كلها بترخي العضل من أسفل المريء، هاي لما ترتخي العضلة بتزيد الإفرازات العصارة، فلما بتزيد العصارة بيزيد عندي الشعور بالحموضة، لأنه بتزيد هاي الحموضة إنتاجها. فمن ضمن الأشياء اللي بتزيد هذا الإنتاج، يعني الأشياء اللي بتعمل ارتخاء في هاي العضلة، اللي هي عندي المشروبات اللي فيها كافيين زي الشاي، القهوة، المشروبات الغازية، اللي عندي زي ما حكينا الشوكولاتة، الكاكاو اللي موجود في الشوكولاتة، الأطعمة الدهنية. هلأ الدهون، لأنه الأطعمة الدهنية أو الوجبات الدسمة بشكل عام بدها وقت أكثر لحتى تنهضم في المعدة. صحيح. فكل ما طول الأكل أكثر في المعدة وأخذ وقت أكثر بيضغط على العضلات، لما بيضغط على هاي العضلات بالتالي بيزيد عندي من إفراز وإنتاج الأحماض بالضبط، وبالتالي بيزيد عندي حموضة المعدة. نفس الشيء العصائر الحمضية، هاي كلها أشياء بتزيد. البصل، في ناس يمكن يستغربوا، نعم البصل ممكن يفيد، لأن البصل بيرخي عضلة المعدة بالتالي بتزيد عندي الحمض فيها.
السبب الثاني إنه البصل مصدر للألياف المخمرة بنسميها، يعني بتطول شوي. فهاي الألياف برضه بتؤدي إلى يعني بصير التدشؤ اللي بنحكي عنه، هاد بيزيد من شعور الحرقة وبيزيد من أعراض الارتداد الحمضي هذا اللي بيصير عند بعض الأشخاص. نعم أكيد أستاذة سهى، بما أن في أطعمة تزيدها ففي كذلك أطعمة معينة تخفف أو تحد مثل ما نقول من حموضة المعدة، فحابين نتعرف كذلك على هذه الأطعمة. هلا على النقيض تماما، زي ما حكينا من الأشياء اللي بتزيد الحموضة هي الأشياء اللي بترخي العضلة، فبالتالي بتزيد من الحمض. احنا هلا قلنا هون الأغذية اللي ما بتضلها فترة طويلة، خاصة إذا الشخص متعود يصير عنده حرقة، فلازم الحرقان أو اللي نسميه حموضة المعدة بده يحاول يتجنب بعض الأطعمة اللي حتزيد له من هاي الأعراض. بنحكي عنها دائما أو نسميها غالبا هي الأغذية القلوية اللي بتعادل من حموضة المعدة، فبتخفف عند الشخص من وجود هاي الأعراض. وزي ما حكينا تختلف من شخص لآخر، يعني لو حكينا شخص بده يجرب ممكن أنه يجرب مين الأنسب إله أو اللي بيساعده على زوالها بشكل أسرع. من هاي الأطعمة عندنا مثلا الموز لأنه بيعمل زي غطاء على المعدة، وفي ألياف قابلة للذوبان، فهاي كلها بتساعد على الهضم وبقلل عندي من الحموضة. البطيخ والشمام بيحتوى على مادة المغنيسيوم، عنصر المغنيسيوم، والمغنيسيوم من الأشياء اللي ممكن تخفف عندي الحموضة. الشوفان في كمية من الألياف زي ما احنا كلياتنا عارفين، وهاي الألياف بتعمل على امتصاص الحموضة الموجودة، فبالتالي بخف الشعور في الحرقان والحموضة الزائدة. برضو عندي اللوز برضو من الأغذية يعني المواد الغذائية اللي جدا بتساعد في تخفيف حموضة المعدة، بالإضافة لبعض المشروبات والأعشاب المتعارفة عند العامة زي الزنجبيل، اليانسون، الكمون، البابونج. هاي من الأعشاب اللي ممكن تخفف وتريح الشخص من حرقان المعدة وتخفف من أعراضه. نعم، وهذه الأشياء كلها كذلك متوفر وسهولة استخدامها كذلك. نعم بالضبط بالضبط، يعني حتى سبحان الله اللبن غير عن يعني الحليب والزبادي. صحيح. نحكي اللبن مختلفين، يعني في ناس الحليب ممكن المعتقدات إنها ممكن تخفف الحموضة، لكن لا، عند العديد من الناس الحليب بالعكس بيزيد عندهم الحموضة، لأنه في الحليب نفسه في بعض المواد اللي بتحفز على إنتاج الحموضة، فبالتالي خاصة الناس اللي عندها حموضة مزمنة فبالتالي بتزيد عندهم الحرقة. على النقيض بيجي عندي اللبن اللي هو أو الزبادي، لأنه هو يحتوي على البكتيريا النافعة، فالبكتيريا النافعة حتتخفف لي من الحموضة. صحيح. فالإنسان يشوف مين الأنسب والأفضل، لكن هاي بشكل عام أهم الأغذية اللي بتساعدني على تخفيف الحموضة وأعراض حموضة المعدة. صحيح. أستاذة سهى، يعني أنا اليوم استفدت الصراحة من الأشياء اللي تقلل الحموضة. أنا طول الوقت على بالي دكتورة عاشة بعد أن الحموضة من تحسين شيء بالحموضة لبن، ما تعلمنا الزنجبيل واليانسون، البطيخ، الموز، يعني أشياء جدا سهلة موجودة عندنا في متناول يدنا. صحيح. في البيت وما ندري أن هي ممكن تخفف من الحموضة. ومثل ما ذكرت أستاذ السؤال، بس ابعد عن النعناع من المشاريب، خلينا نحكي ابعد شوي عن النعناع. في ناس ترتاح للنعناع، يعني أنا مثلا أنا إذا يذني الحموضة أنا اللبن ما يعني بالعكس يتعبني أكثر، فتنفي يعني نقول هو بعد نسبي. ما ذكرت أستاذ السؤال كل شخص له يعني جسمي يتقبل أشياء معينة من ناحية الحموضة. نعم بالضبط. والنعناع علاقته في الحموضة إنه مثلا النعناع ممكن لو عندك مغص فعلا بيريح، مغص عادي تحسي فيه اضطراب بالهضم أوكي بريحك. عند أغلب الناس خلينا نحكي طبعا أكيد لكل قاعدة شواذ زي ما بنحكي ويختلف. صحيح. من شخص لآخر، النعناع لأنه بيرخي المعدة وبريحها، فهاي في حالات الناس اللي عندها لا الحرق الاحتراق هذا أو حموضة المعدة الزايدة أو المزمنة خلينا نحكي، لما ياخذوا النعناع بترخي عندهم شوية العضلة بزيادة، فبيزيد إفراز الحمض. عشان هيك عند بعض الناس النعناع بيزيد، غير المشروبات سبحان الله الأعشاب الأخرى. صحيح. وممكن عند بعض الناس زي حالتنا عندنا الدكتورة لا بريح النعناع من الحموضة. فكل حد سبحان الله يكون مختلف عن الثاني. بالضبط.
فأستاذة سهى، نقدر نقول في آخر دقيقتين هل هناك يعني نمط غذائي معين إذا اتبع الشخص بيقلل من نسبة أنه يشعر بالحموضة أو تصيب الحموضة؟ هل تشعرين أن هناك نمط غذائي معين يمكن اتباعه؟ هو بالتأكيد بالتأكيد آمنة عنا، سبحان الله، حياتنا لو ترتبت بالشكل الصحيح، لو ضبطنا أمورنا، اتبعنا نظام غذائي صحيح، اتبعنا نمط حياة بشكل عام صحي وصحيح، أكيد في أشياء كثير عنا بتتعدل، من ضمنها هاي النقاط، من ضمنها نقطة حموضة المعدة والآلام اللي بنعاني منها بشكل مستمر وكثير منتشرة وبنسمع فيها. فأنا ليش أوصل حاجة مراحل مزمنة وأدوية وعلاجات، وأنا ممكن أغير شوي في نمط الغذائي، أغير في عاداتي الغذائية، وبالتالي أحصل على يعني جسم أفضل، حياة أفضل، مريح على الأقل. فمن أهم، لو حكينا أهم الأشياء، هي أني أتجنب الأطعمة والمشروبات اللي بتسبب حموضة المعدة واللي ذكرناها، كافيين زايد عن اللزوم، مشروبات غازية، الحليب عند بعض الناس إذا ممكن يسبب الحرقة خاصة في الليل مثلا عشان أريح نفسي، الأطعمة اللي حتى غنية بالتوابل، الدهون، الوجبات السريعة، كلها يخليني أخفف منها، أو ممكن أوصل لمرحلة أني لازم أتجنبها تجنب كامل لبين ما معدتي ترجع لوضعها الطبيعي وترتاح، أصير أتناولها في بعض الأحيان وليس بشكل مستمر. الناس اللي عندها هاي المشاكل لازم تكون حريصة أنها ما تأكل وجبة كبيرة بنفس الوقت، حتى لو ما كانت دسمة، وجبة كبيرة لازم تتجنبها، يعني نسميها إحنا وجبات قليلة متعددة، بدل ما يكون ثلاث يصيروا ستة، شوي 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 عشان أنا ما أثقل على المعدة وما أتعبها. عدم الاسترخاء مباشرة بعد الأكل أي ما كانت الوجبة، فطور، غدا، عشاء، يعني المثل الشائع تغدى وتمدى بلا بلا لا خلينا عاديين، عرفنا كيف. فالناس اللي عندها السمنة، اللي عندها وزن زيادة، تحاول تخفف من وزنها، فبتخفف عندها بشكل كبير من هاي الأعراض، شرب المي، الالتزام بشرب المي. نعم أستاذة سهى، يعني أكيد الحديث عن هذا الموضوع يطول واستفدنا منك اليوم، يعني خذينا شيء معلومات أحسها ذهبية، ذكرت الوجبات السريعة والاستلقاء يعني على طول بعد الأكل، ووجبات معينة أو أطعمة معينة ممكن تخفف أيضا من الحموضة، صحيح، وأسباب الحموضة كذلك، وهاي مشكلة نواجهها ويواجهونها الأشخاص والمجتمع بشكل يومي. أكيد أكيد، والمشكلة هاي إذا تركت بدون علاج، بدون ما الإنسان يدار، ممكن تؤدي لمضاعفات متعددة في المعدة وأمراض أخرى تكون غير موجودة في الحسبان. فالإنسان يدير باله ويواقي نفسه من البداية، وهذا أهم شيء، الوقاية خير من العلاج. أستاذ سهى نوفا، الاختصاصي أول تغذية سريرية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا لكم، يسعد صباحكم. صباحك أسعد. مستمعينا بنطلع فاصل إن شاء الله وراجعين لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا آمنة، وصلنا لآخر فقراتنا في البرنامج، وطبعا هذه الفقرة جدا مهمة، وطبعا كثير من الناس يشتكون من هذه المشكلة اللي بنتحدث اليوم فيها، وهي آلام الظهر وأسفل الظهر، وبنتحدث عن أسبابها وعلاجها. طبعا مثل ما بعرفين، آلام العمود الفقري وأسفل الظهر تمثل معاناة شديدة لأصحابها، الذين يجدون نفسهم مضطرين لتناول مسكنات، وتبدأ الخطورة هنا مع لجوء الشخص إلى تناول المسكنات والعلاجات من تلقاء نفسه من دون ما يراجع الطبيب ومن دون معرفة سبب هذه المشكلة. وهذا الموضوع وما يرتبط به من تساؤلات كثيرة واستفسارات تخص آلام الظهر وأسفل الظهر على وجه التحديد، إن شاء الله بيحدثنا عنها وبالتفصيل الدكتور مضر منذر، اختصاصي جراحة المخ والأعصاب بمستشفى راشد. صبحك الله بالخير دكتور مضر. صباح الخير، أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. حياك الله، أهلا وسهلا فيك دكتور مضر. طبعا عارفين آلام أسفل الظهر لها أسباب كثيرة، فحابين نتعرف أكثر على هذه الأسباب. أهلا وسهلا، أول شيء صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
مثل ما ذكرت حضرتك، طبعا ألام الصدر شائعة جدا، يعني تعتبر من أكثر أسباب زيارة الطبيب أو حتى أكثر أسباب التغيب عن العمل. في كثير أسباب لألام الظهر. أول شيء أحب أوصف كيف ممكن يعني يحس المريض، ممكن يحس في ألم في العضلات، ممكن يحس في ألم بس في أسفل الظهر، ممكن ألم يتحول لألم حارق أو ألم حتى يشبه الطعن، ممكن ينزل ألم للطرفين السفليين على جهة واحدة أو على الجهتين، ينزل على الفخذ حتى على الساق والقدم، ويزداد بالحركة، يزداد بالانحناء. في أسباب كثيرة طبعا لألام أسفل الظهر. الشيء يعني المنيح أنه معظم أسباب ألام أسفل الظهر مش خطيرة، يعني الأسباب اللي تنجم عن إجهاد في العضلات أو الأربطة هي هاي أشيع الحالات. وفي الحالات هاي طبعا مع الاستقصاءات اللي ممكن يجريها الطبيب ما راح يلاقي شيء في الاستقصاءات. بتكون أسباب ألام أسفل الظهر بس الإرهاق في العضلات وفي الأربطة. وهي له أسباب كثيرة، يعني ممكن يكون حمل متكرر للأشياء الثقيلة أو حمل الأغراض الثقيلة، حركات مفاجئة في العمود للعمود الفقري. الأسباب الثانية اللي هي يعني ممكن تكون، خلينا نقول أسباب طبية أكثر، اللي يكون اللي هو الديسك يعني، أو هو الانتفاخ في الحلقة اللي فيه الديسك، ممكن يكون حتى ضاغط على العصب. أسباب أخرى مثل التهابات المفاصل أو حتى هشاشة العظام اللي بتصير طبعا في الأعمار الأكبر. نعم دكتور، طبعا مثل ما ذكرت آلام أسفل الظهر تكون الأسباب يعني معظمها تكون الأسباب يعني تكون بسيطة، مثل تشنجات في العضلة أو مشكلة معينة. بس متى المريض يحتاج أن يراجع طبيب؟ شو المؤشرات اللي تدل أن يحتاج أن يراجع طبيب؟ لأن هاي المؤشرات تدل أن هاي الأعراض مثل ما نقول مش بسيطة، أو أنها تحتاج تدخل أي تدخل طبي معين. تمام، يعني شيء طبيعي الإنسان يعني يحس في ألم أسفل الظهر بعد يوم متعب، بعد يعني عرف إنه شال شيء تأهيل، أو يعني قام بحركة غلط، أو مثلا مارس رياضة بدون إحماء جيد، أو ولكن لما الألم يستمر أكثر من يعني عدة أيام أو حتى ممكن حتى أسبوع، والألم لسه موجود، ألم شديد ما عم يتحسن بالراحة، لما ينام المريض لسه الألم موجود، لما يتسطح لسه الألم موجود. الأهم هو امتداد الألم للساقين للفخذ والساقين، سواء في جهة واحدة أو في الجهتين، التنميل أو الخدران كمان اللي في الطرفين السفليين. بشكل عام أي أعراض عم تنزل الطرفين السفليين هي تستدعي أنه المريض يشوف استشارة طبية. ممكن يعني مع أنه الألم امتد للساقين، هذا لا يعني أنه المريض يعني عنده ديسك أو يحتاج عملية أو كذا، ولكن يحتاج متابعة من طبيب. معناته هذا الموضوع مش مجرد ألم أسفل ظهر عادي ممكن يمر براحة، اللي هو ينتج عن تشنج، ينتج عن المشاكل الأكبر الحقيقة اللي هي يعني عوامل خطر. نعم. فورا المفروض المريض يراجع فيها الطوارئ، ويعني هاي يعني المشاكل راح أذكرها أكيد المريض لما تصير معه يعني ما بده حدا يقول له يرجع على الطوارئ أو يشوف طبيب، ولكن لازم تكون طارئ هذا الموضوع. إذا كان في صعوبة في التحكم في المثانة أو الله يعزك في الخروج، فهذه أو في ضعف في العضلات، يعني المريض ما عم يحسن يرفع رجله، أو هاي المواضيع اللي تتطلب من المريض مراجعة طوارئ بشكل عاجل. هذا الموضوع ما بيستنى لمثلا ناخذ موعد مع دكتور ونرفع بعد يوم أو يومين أو ثلاثة. لما نبعد عن هذا هاي الأمور الخطيرة جدا، باقي الألم نتذكر أنه الألم اللي عم ينزل على الطرفين السفليين هذا أو التنميل أو الخدران يستدعي مراجعة الطبيب. قد يكون الألم هذا عبارة عن هجمة حادة لضغط على العصب، ومعظم الحالات رح يتراجع بشكل تلقائي. نعم. خلال 20 يوم، ولكن يتطلب مننا في هاي 20 يوم
ندعم المريض أكثر في معالجات تخلي يعني يتخطى هاي المرحلة. نعم طبعا دكتور، في أشياء معينة يقدر المريض أو يتعامل وياها عشان يخف عنه كذلك ألم أسفل الظهر، خاصة إذا طبعا مثل ما احنا عارفين ألم أسفل الظهر بيأثر على يوم المريض كامل، سواء بإحساس بالألم، سواء بمجهود يعني من ناحية شغلة، من ناحية حتى الأشخاص يعني اللي يعني حتى احتكاكه بالأشخاص يعني بيكون نفسيا شوي مثل ما نقول تعبان، يعني حتى مزاجه يكون متعكر من الألم. ثاني شيء ما يقدر يمارس حتى حياته الطبيعية في نفس اليوم، فكيف يتعامل مع ألم أسفل الظهر؟ الحقيقة في دائما لما يكون عندنا هجمة حادة، نعم، يتطلب الموضوع مسكنات، يتطلب راحة. الراحة المطلقة في السرير غير منصوح فيها، ولكن تجنب حمل الأثقال في الهجمة الحادة تحديدا، نعم، أي شيء كان، يعني تجنب حمل الأثقال، تجنب الحركات المفاجئة في العمود الفقري، الانتباه للوضعيات الصحيحة في الجلوس، في يعني عدم محاولة رفع الأشياء من الأرض، بالإضافة لأنه في هالمرحلة هي أكيد المريض يحتاج إلى مسكنات لتساعده على تخطي هذا الموضوع. في المرحلة الحادة يجب تجنب الإجراءات التي تعمل يعني مناورات على العمود الفقري، نتجنب التدليك العميق للعضلات، نتجنب طبعا في بعض أنواع العلاج الطبيعي اللي ممكن نحن نعملها، ولكن الأمور اللي هي عنيفة أكثر شوي، تحريك للعمود الفقري، تمطيط للعمود، هاي يجب تجنبها بشكل قطعي في حالة الألم الحادة، لأنه ممكن جدا أنه تفاقم من الأعراض، يزيد ألم المريض، فلازم نتجنبها. ننتبه لوضعية العمود الفقري، نتحرك على مهلنا، ناخذ مسكنات إذا كان المريض يعني يتطلب عمله جلوس طويل وقهل في الكمبيوتر، أو يعني عمل مكتبي، أو إذا كان يتطلب عمله قيادة لفترة طويلة، فمن المستحسن أنه إذا كان عند المريض هجمة حادة، نعم، إنه يأخذ حتى يعني إجازة من العمل يومين ثلاثة، حتى يتجاوز المرحلة الحادة ويستطيع أنه يمارس فعاليته اليومية مع المسكنات، مع شوية يعني آلام يعني متحملة، لأنه مثل ما ذكرنا الآلام هي راح تأخذ وقت حتى تتراجع، فبدنا نوصل لمرحلة التوازن، أنه المريض قادر يتحرك، لأنه مش مطلوب تماما أنه المريض يظل في السرير متسطح ليوم يومين ثلاثة، هذا الشيء ممارسة صحيح، المريض يتحرك أكثر مع المسكنات تخليه يتحمل الألم. طبعا بعد ما تمر المرحلة الحادة في عنا، نعم، كيف نقدر نتوقع أنه يصير في عندنا ألم الظهر؟ هذا الألم الظهر معرض له كل إنسان، يعني صحيح، يكاد لا يكون أي شخص إلا ما صارت معه مرة في صحيح، أو راح تصير معه مرة في حياته. فالمهم جدا في الوقاية ممارسة الرياضة، المحافظة على وزن صحي، طبعا البدانة عامل مهم في الألام أسفل الظهر، خصوصا إذا كانت البدانة المركزية لزيادة البطن أو الكرشة، يعني ما بيقولوا، هاي تأثر على الميكانيكية العمود الفقري، تخلي الوزن توزعه بالنسبة للجسم غلط، وبالتالي احتمال أكثر أنه يصير في عند المريض آلام أسفل الظهر أو مشاكل في العمود الفقري تسبب له آلام أسفل الظهر أو حتى أكثر من كذا. المهم المحافظة على حركات صحية، سواء في الجلوس، سواء في حمل الأشياء، صحيح، تجنب حمل الأشياء الثقيلة من الأرض في حركة الثاني العمود الفقري، إنما المفروض أنه ننزل بالركب ونحمل الشيء ونطلع من خلال حركة الفخذين. وهذا جدا مهم دكتور، ونشكرك أنك ذكرت هالشيء، لأنه معظمنا يمكن ينزل بطريقة غلط فتأثر، نعم، كذلك على ظهرنا. نعم، وحتى يعني مثلا إذا أنا بدي أشيل شيء عن الطاولة، مهم جدا أني قرب الشيء إذا كان ثقيل، قربه على حافة الطاولة وبعدين شيله، ما يعني أطخي بظهري وإسحبه،
يعني عضلات الظهر يعني سبحان الله مصممة لمحافظة على الجسم بوضع منتصب، مش علشان نعمل حركة الرفع هاي شيل الأثقال سواء من الأرض أو حتى من مكان بعيد على الطاولة، فهذا الشيء يأثر. نعم دكتور، أيضا هناك مثل ما ذكرت هي الوضعية الصحيحة ممكن تخليك تتفادى آلام الظهر. هل دكتور في الختام تقول لنا بس شو هي الوضعيات الصحيحة لقيادة المركبة؟ لأننا نعرف أن في ناس يعني يستمون في السيارة لفترات طويلة، فنقدر نقول شو هي الوضعيات الصحيحة لقيادة المركبة لتفادي آلام الظهر؟ ودكتور يعني عندنا الوقت يداهمنا طبعا. طيب المهم يعني بعجالة، المهم أن يكون الظهر مستقيم، أسفل الظهر يعني ملتصق بالما في فراغ بين أسفل الظهر والمقعد، وممكن نحط نحن يعني شيء خفيف أو إذا السيارة فيها لمبر نحط شيء يدعم منطقة أسفل الظهر بحيث أنه يريح المريض، بالإضافة لأن موضوع سواقة كمان مهم للعمود الرقبي، أيضا نحافظ على الرقبة بوضع مستقيم وبقدر الإمكان، يعني إذا بيقدر الإنسان القيادة والرأس مستند على مسند الرأس يكون أفضل، لأنه ما تكون الثقل على الرقبة كل وضع. القيادة كمان مهمة جدا لموضوع العمود الرقبي، نقدر نحافظ على الأمور هاي يعني في القيادة، الظهر أسفل الظهر يكون بوضع مستقيم وكمان العمود الرقبي بوضع مستقيم. طبعا هذا الشيء جدا مهم دكتور، لأنه خاصة يعني يمكن فترات طويلة نحن نكون قاعدين في السيارة، وكذلك هالشيء يأثر كذلك على العمود الفقري، فالواحد يأخذ احتياطاته المناسبة كوقاية خير طبعا من العلاج خاصة لهذه الأشياء. دكتور طبعا في تمارين معينة تقوي العمود الفقري، وبهالطريقة هذه التمارين بتعطينا وقاية مثل ما ذكرنا عن آلام الظهر، يعني بتحسن حتى سواء وقاية عن آلام الظهر أو كذلك تحسن من هذه الآلام، فممكن تحدثنا أكثر بخصوص هذه التمارين؟ بيهمنا أول شيء التمارين اللي هي الرياضة مفيدة بشكل عام للآلام الظهر، أفيد شيء عندنا المشي والسباحة، ممكن يعني حتى المشي داخل الماء يفيد في حالات حتى المريض اللي عنده آلام ممكن يعملها. لما نحن نبغى نوقي من آلام أسفل الظهر بدنا نقوي التمارين اللي تعمل على تقوية عضلات الظهر، اللي تعمل على تحرك العمود الفقري سواء للجنبين أو للأمام وللخلف، بالإضافة لتمارين كمان يعني مهم معلش نذكر موضوع العمود الرقبي، أيضا نعمل تمارين تقوي عضلات الرقبة. نعم يعني ممكن نعمل نص ساعة الصباح نص ساعة المساء، بس حركات خفيفة ممكن الواحد يعملها في البيت، يعني إذا مش متوفر يروح على جيم أو يشوف مثلا مدرب رياضة، بس حركات خفيفة للعمود الفقري بهدف المحافظة على ليونة العمود الفقري وقوة عضلات الظهر اللي هي تساعد العمود الفقري في حمل الجسم. صحيح، وهذا الشيء يعطي قوة أكثر، يعني حتى يقوي العضلات أكثر وأكثر. نعم، ومثل ما ذكرت دقائق في اليوم طبعا ما بت يعني بالعكس. نعم، ممكن الإنسان يخصص نص ساعة يعني في الصباح نص ساعة في المساء، بس وهو في بيته لما يصحى من السرير يعمل حركات زي الأيروبيك، يحرك على اليمين يحرك على الشمال للأمام للخلف. نعم. إذا كان إنسان مش متعود على الرياضة يفضل يبدأ في المشي في مشان ما يقوم في حركة غلط كمان، إذا هو مش مستعد يعني مش متعود على الرياضة ما يدفع يعني لأقصى من ما ممكن يتحمل، يعمل شوية شوية بالتدريج بالتدريج يقدر يزيد مدى الحركة اللي ممكن العمود الفقري يقدر يتحركها، وبالتالي بيكون عم يمرن عضلاته ويقويها. صحيح، وهذا كله يعني بينعكس أن حتى هذه الآلام اللي تصيب العمود الفقري وخاصة الآلام اللي تصيب الظهر أو أسفل الظهر بتقل أكثر وأكثر لأن العضلة قوت. فيكون وضع الشخص يتحمل أكثر القيادة لفترة طويلة، ممكن يتحمل الجلوس في المكتب لفترة أطول لما تكون عضلات الظهر مستعدة ويعني متمرنة.
صحيح دكتور مضر، طبعا الوقت بدأ يداهمنا والحديث في بهالخصوص جدا شيق، وطبعا في استفسارات وأشياء كثيرة كذلك تحتاج الوقت أكثر وحلقة ثانية كذلك بخصوص هذا الموضوع. فنشكرك دكتور مضر منذر اختصاصي جراحة المخ والأعصاب مستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي. العفو. شكرا دكتور. العفو. طبعا أمنة، مثل هذه المواضيع جدا مهمة، خاصة أن كل نقول مثل كل فئات المجتمع وكل الأعمار تتعرض لهذه المشاكل، فحابين الناس أكيد تتعرف على أسبابها عشان تقي من هذه الأمراض أو هاي الأعراض، وكذلك عن بخصوص علاجاتها. طب طبعا الوقت داهمنا اليوم، والوقت مثل ما نقول بسرعة يمر خلال البرنامج، ومواضيعنا طبعا بعدها مستمرة إن شاء الله، وباكر إن شاء الله موعدنا طبعا آمنة على نفس الوقت الساعة 10 الصبح إن شاء الله. طبعا في ختام حلقتنا أعزائي المستمعين، أتمنى أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، ومن نور دبي نشكر مخرجنا المبدع سعيد المر، وكذلك نشكر في التنسيق والمتابعة أخونا أحمد سلامة، وكل الشكر لإذاعة نور دبي، والشكر الجزيل لك بعد دكتورة عاشة تمنحينا شوي من وقتك لتقديم البرنامج. شكرا آمنة. شكرا لكم، ونتمنى لكم أعزائي المستمعين الصحة والسعادة. محدثتكم آمنة آل علي. صحة وسعادة.